جميعا، ويلكم بالويكلي اوفر فيو تبعنا. مثل ما بتعرفوا نحن بالكوميونتي بنشتغل على السوينج تريد، بس بنفس الوقت بنشتغل على السكالب. سو ديورينج اور زوم لايف بنكون عم نشتغل بالنهارات، بنكون عم نشتغل على السكالب، ولكن اوقات كمان بنفس الوقت مثل ما اخذته بالفوركس ماستري بروجرام نحن بنكون عم نشتغل على الويكلي، على يعني الديلي ويكلي وحتى مانثلي تايم فريم اللي هن السوينج تريدز، اوقات ايفن بوزيشن تريدينج. سو اليوم بالويكلي تبعنا رح بيكون هذا اول ويكلي اوفر فيو رح بيكون لنا على الماركت. سو رح نكون دائما عم نحكي عن امور اساسيه اللي هن داو جونز على الديلي والفور اور، اوقات الويكلي كمان عم نحكي عن الجولد، وعم نحكي عن استرليني ين، بما انه هول ثلاثه اصلا بنتبعهم بالسكالب تنعرف كمان اتجاه السكالب تبعنا كيف رح بيكون. وبيبقى البريد تبع الدولار اللي هن اليورو دولار، استرليني دولار، استرالي دولار، نيوزيلندي دولار، كندي دولار، كندي دولار، ين. نكون عم نقدر كمان نعمل اوفر فيو سريع عليهم ونقدر نشوف لوين معقول يكونوا عم يتجهوا. سو رح نبلش اليوم باليو اس 30 او بالداو جونز على الديلي. مثل ما شايفين ريجكشن يلي عمله، في بوسيبيليتي كتير يكون هون عمل مثل سبورت، خلق سبورت بعد الردة هي على الديلي، كله عم نحكي على الديلي. هلا مثل ما شايفين اذا بناخد فيبوناتشي ليفل من كل الطلعة اللي طلعها كان اوريدي رد على القد، اذا ملاحظين هون 38.2 38%، وهلا كسرت هيدي الريزيستنس ما رح تكون سهلة. ممكن كتير على الديلي اذا شفنا فتح عمل شادو داون، لانه هلا بنشوف على التايم فريم الواطي انه صار طالع كتير هيدي الطلعة، ممكن يرد واللي هو يكون شادو او تريحة قبل ما اذا كسر هيدا الهاي ال 34970 ممكن يكمل طلعة اول مرحلة ال 35116، واذا كسرها ممكن يكمل سحبة لنيو هاي يكون عم يعملها اليو اس 30 داو جونز. سو بدنا نكون حذرين بهذا الموضوع. هون تأكد لكم اكثر على ال 15 مينت بخصوص الشادو اللي ممكن يعمله. لاحظوا هون قد صار طالع كمان اذا ما ناخذ على 15 مينت، مع انه بالويكلي اوفر فيو ما بنعملها هيدي، ولكن بدنا ننتبه على هيدا الليفل في حال قدر يكون عم يكسره واللي هو 34809 بيكون عمل دبل توب، في مجال يرد الشادو تقريبا 34700 34717 بيرجع منها يكون عم بيكمل نازله، سوري عفوا عم بيكمل طلعه. هون ساعتها السيناريو تبعكم بيكون كالتالي، يعني ممكن إذا كسر يكمل لهون قبل ما يرجع يعني يضرب بهيدي الريزيستنس قبل السبورت، قبل ما يرجع يطلع ويكمل أب هون هيدي السبورت ممكن يوصل له. أوكي سو بي كيرفل، حطوا السيت أبس تبعكم مظبوط. بالنسبة للجولد، بالنسبة للذهب، بعد النزل اللي عملها كمان دايما بنستعمل فيبوناتشي ريتريسمنت لحتى نقدر نقيم قد ايه نزل. مثل ما شايفين هون تقريبا عمل كان رح يوصل لل 74%، فرقت معه عشوائي. إذا بتشوفوا على الديلي بالادفانس سيستم تبعنا لاحظوا الدايفرجنس اللي كانت عم بتدل إنه الذهب لازم يبلش يطلع، هول لازم تكونوا عم تنتبهوا. لاحظوا هون ولا دايفرجنس حلوة على الـ RSI، وكمان كان كسر السي سي آي بدايفرجنس حلوة بتفرجي انه بالمبدا رح يكمل طلعه. سو الفوت كان معقول كتير تكون من هيدي الكاندل 1761 للميديوم تيرم. هلا اللي عامله والست اب اللي مبين ممكن كتير يكون عمل دبل بوتوم، وهذا الدبل بوتوم ممكن يودي للتالي. دبل بوتوم يعني نرسمه مظبوط. سو وي هاف بوتوم، وي هاف سكند بوتوم، اند هون عنا ال neckline تبع الدبل بوتوم. سو ممكن نشوف الجولد اذا ناخذ كل المساحه عم بيطلع تو تيست ال 38.2 تبع النزله، يعني ممكن تكون هيدي للطلعه التاليه اذا بناخذها كلها. هلا هو على 38 ممكن تكون عم يعمل تيست لل 50% يوصل تقريبا ل 1826 اذا قدر يكسر هيدا الهاي اللي هو 1818. سو في عنده مارج تقريبا حوالي ال 100 نقطة فيكون عم بيكمل فيها، إذا بنحكي هون 20 ل 30 تقريبا، يعني عنده حوالي ال 100 نقطة. هيدي بالنسبة للجولد اوفر فيو تبعه. كمان إذا بنروح على الفور اورز بيكون عم بيعطي كونفرميشن بعد أكثر عليها. لاحظوا هون ستاجنيشن، هون فيكم تاخذوا على الفور اور لايك فلاج، كايند اوف فلاج عم بيعملها ضمن الطلعة،
وكمان كسرت هيدا الفلاج، يعني كسرت 1820 ممكن يكون لها طلعة حلوة. كمان تو بوت ذا سيت اب بشكل حلو، لأنه ممكن يكون عنده طلعة فيها 180 نقطة، بينما الستوب لوس بيكون على 100 نقطة. هذا إذا عم تاخدوها كسوينج تريد، سو ذس ويل بي هيد تريد فيها تكون سوري تقريبا 17 نقطة وستوب لوس على 14، هيدي فيها تكون this can be a nice trade. So كمان check it and be careful، لأنه كمان طلع تبعها بيكون هيدا الريكتانجل، هيدا المساحة تبعه and هي 200 نقطة اللي حكينا عنها، وستوب لوس تحت الكاندل اللي قبلها تقريبا 11 نقطة، ريسك تو ريورد حوالي 2 تقريبا. بالنسبة لاسترليني يعني حسب طلعة استرليني، كمان استرليني يعني بعده بالديلي عم بيلعب اللعبة تبعه. بدنا نشوف الويكلي مين اللي نحن عم نتابعها كمان على الويكلي. الويكلي كانت عاطية على نزلة، ولكن لاحظوا من الريجكشن خطيرة عملها. هلا بدنا نشوف الكاندل اللي وراها، ما بدنا ننسى هون عنا الترند لاين، بعده بحترمه لهلا للترند لاين. بنفس الوقت السي سي اي عامل بعده دايفرجنس اللي حكينا عنه قبل، والار اس اي كمان عامل معه دايفرجنس وبعد ما نزل، يعني بعد عنده بوتنشال استرليني يعني يكمل نازله، بس بدنا ناكد انه يكون عم يكسر يرجع اللو اللي هو 150 90. اذا هيدا المره كسرها اي ثينك رح بيكمل بسهوله ل 148 24 بهدي عليها، في حال كسر ال 148 21 سو النزله تبعه بتكون حرزانه صراحه. سو يكون عم ننتبه على هيدا الموضوع، ننتبه على النزله انه هيدا السبورت رح بيكون المهم. أول مرحلة 1856 سوري 148.56، وذن إذا قدر يكسر تحتها سو عنده تقريبا هيدي المنطقة هون، إذا كسرها بيكون عنده تقريبا نزلة لل 142.06، هيدي كلها بتكون كلين ترافيك لإله ليكملها، ساعتها في عنده هبطة حرزانة. هاي بالنسبة للاسترليني يعني. كمان فينا نراقب هذا الموضوع على الديلي ونشوف الديلي، لأنه فتح بلا سكر على الهاي تبعه بلا شادو، سو بخوف معقول يفتح ويرجع يكمل نازلة، سو هاي بدنا ننتبه لها بشكل أساسي. ننتقل لباريت الدولار. باريت الدولار بنبلش باليورو دولار. اليورو دولار على الديلي عاطي ريجكشن كتير حلوة، كان باي اوبورتونيتي لاحظوا على السي سي اي، تتذكروا مظبوط البروجرام الفوركس ماستري بروجرام. لازم تبلشوا للاشخاص اللي عم يركزوا بس سكالب، لازم ترجعوا تركزوا سوينج كمان، لانه الاوبورتونيتيز كتير حلوة عم بتكون على السوينج تريدز. لاحظوا هون كسر هون وهون، لاحظوا يعني الفوتة كانت على 118.38 على الكاندل وراها. سوينج تريدز بتجيب بروفيتس، بتجيب عمليات وبتجيب نتائج حلوة. So this is the buy, this is the stop loss لو على 83 نقطة، ولكن take profit بده يكون تقريبا على 100 نقطة، وبنشوف بكرة كيف بتكون هيدي الأمور. سو هي أصلا الفوتة بتكون تحت، لاحظوا وقتها بيكسر مثل ما أخدته بالفوركس ماستري بروجرام، and then stop loss على الانتري، لاحظوا بعد ما يكون طلع 20 30 نقطة بتسكروا هاف لوت، stop loss على الانتري. always risk management is what matters، أهم شغلة guys الريسك مانجمنت، بلا ريسك مانجمنت ما فيكم توصلوا لمطرح بعيد بالتريدينج. سو هلا مفروض انه يكون عم يكمل طلعه، نشوف الاوبن تبع الماركت اذا نزل عمل شادو، اذا رجع كمل طلعه ساعتها بيرجع في اوبورتونيتي فيه يكون عم يتاخد. بالنسبه لاسترليني دولار، استرليني دولار كمان نفس الشيء، بس سحبته كان اقوى بكتير من اليورو. لاحظوا هون كمان لا يعني بين ار اس اي وبين سي سي اي دايفرجنس، والسيستم راكب بشكل كتير قوي. You always have to check and you always have to be aware بهذا الموضوع. كمان السيت اب تنشوف سكر على الهاي، نفس الشيء مثل استرلينيان، اذا لازم يفتح يعمل شادو قد ايه بيكمل بهذا الشادو قبل ما يرجع يطلع، اذا كسر اب في بوتنشال يكمل طلع. تنعرف كل هول ونكمل بالبقايا، رح نحكي شوي عن الدي اكس واي. هون الدي اكس واي كمان بيفرج كتير، هون كمان اهم شغله تتمشوا بالبيرز تبع الدولار بدكم تطلعوا على الدي اكس واي، ما فيكم ما تعملوا ستادي على الدي اكس واي. حسب ما مبين دي اكس واي كان اوريدي مثل اليورو
يعني البيعة تبع الدي اكس واي او الضعف بتعمل شادو عم بيكسر هون 92.33 تيكمل نازلة، رح يكون عنده اول سبورت معقول يهدي عليه اللي هو هون اللي هو 91.60، اذا كسرها عنده كلين ترافيك يرجع يكمل نازلة يضعف اكتر، هيدا الشيء بيأدي انه يكمل يورو طلعته واسترليني دولار طلعته وغيره. رح ننتقل على الاسترالي دولار بباريت الدولار، استرالي دولار نفس الخبرية لكل باريت الدولار باي ذا واي، لأنه الدولار تحرك سو كل باريت الدولار عملوا هيدي الموف، لاحظوا الدايفرجنس بعدها بأولها، سو الاسترالي دولار بعده أوضح، إذا فتح هلا عمل شادو صغير أب وعم يطلع سو في إله طلعة حلوة، وهون الشروة تبعه بتكون في حال كسر تاخده هون هيدي على الانتري، وحسب قديش الشادو تبعه فعندكم تقريبا 100 نقطة تارجت فيكون عم يطلع فيها وعم توصلوا تقدروا تعملوا بروفيتس فيه. So be careful, this is a good trade الأسترالي دولار، خصوصي إذا الدولار الأمريكي ضل يكمل يضعف. الانزل دي دولار على التالي كمان عنده نفس الحركة مثل الأسترالي دولار، so كمان لاحظوا الدايفرجنس هلا mainly على السي سي اي أوضح بكتير. اوكي سو يعني هون ما كتير، بس انه كمان الاسترالي اوضح لهلا صراحة، اذا بدنا نحكي استرالي وايز الاسترالي اوضح منه، بس كمان اذا عمل شادو اب وعم يطلع انتو بتنقوا بين استرالي وبين نيوزيلندي دولار. بالنسبة للدولار السويسري، دولار سويسري دولار سويسري عامل برمي كتير حلوة، كمان عامل دايفرجنس على الخفيف، ولكن عنا مثل دبل توب هون بهيدا this one، وإذا فتح هلا عامل شادو أب وكمل نازلة ممكن يكون عنده كلير ترافيك داون، كمان تترافق مع تكملة لضعف الدولار، سو هون هيدا السبورت بدنا نكون حذرين منه اللي عمله. إذا قدر يفتح يعمل شادو أب ويرجع يكسر اللو اللي هو 0.9130 معقول كتير يكون عنا سيل تريد، وهيدي الشورت بوزيشن اللي ممكن واحد ياخدها ستوب لوس فوق الشادو تبع الكاندل اللي قبله، وأول تيك بروفيت بيكون على 0.9056 بينما الأنتري 0.9128، وتاني تيك بروفيت بيكون على اللو أو على السبورت، يعني بيتسكر قسم من البوزيشن وبينترك الباقي كمان يكمل نازلة. بالنسبة للدولار كندي، دولار كندي حسب ما مبين نزل كتير كبير عاملها صراحة، أعتقد وصل لسبورت كان حلو. باي ذا واي دولار كندي كان حكينا عنه بالويكلي ميتينج الأسبوع الماضي، عامل the perfect perfect technical analysis، لاحظوا هون الكاب يلي عامله، إذا بتشوفوا هون ليكو الكاب كاب 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 برم، يعني هون إذا بدنا نحكي مظبوط this is the cup، هون ببلش من هون and the third لهون، لك شو حلو هون ببلش، لاحظوا هون neckline هون ببلش ال entry، كانت a very good trade. هلأ اللي عم يعملها وارز هيدي retest، إذا بتاخده هون you will see إنه عامل تقريبا مثل triangle symmetrical triangle 1 2 3، رح عامل زوم لحتى نشوفها كلنا سوا، شيل هيدي لاحظوا التريانجل سيمتريكال تريانجل وعم بده يطلع، ولكن هلا ممكن يكون عم يعمل ريتست عليه، بعد ما طلع يعمل ريتست على التريانجل بحد ذاته قبل ما يرجع يكمل طلعه، هون ساعتها دايما تريد تريانجل لونج لانه هو سيمتريكال تريانجل اتس كونتينيويشن باترن، سو ستوب لوس على 61 نقطة، ولكن لاحظوا الفول تارجت جايز 212 نقطة، سو هلا إذا عمل ريتست وعطى برمة بده يكمل طلعة it will be a good buy opportunity من جديد. بعتقد بعد في دولار ين، عادة دولار ين ما كتير بشتغل عليه technical analysis لأنه كتير أوقات manipulated الين حسب تحرك حسب ما بيقرر المركز الين تبع الين الياباني، سو لكن هون ماشي بفلاك كان هلا عم يكسروا، بدنا نشوف اذا رجع كسر اللو اللي هو 109.51 في عنا هاي probability رجع يكمل ال 107.78، سو رح ممكن يكمل لهيدا السبورت، بس كأول تارجت بيكون تارجت الفلاج يلي عمله
اللي ممكن يوديه لل تقريبا تسلم 108.54. نروح للفضة اللي دايما انا بعتبره the place to invest للفيوتشر، لان الفضة بنظري بعده under estimated بشكل كتير كبير. بعد ما وصل للall time high، لاحظوا اذا بتروحوا monthly بتشوفوا انه الall time high تبعه هو تقريبا بعد الكريزة بال 2007 8 9، وهنا وصل تقريبا ب 2011 لهذا لو ب 1 جون 2011 وصل لل 49.72، وقت يلي الذهب وصل ل 1920. الذهب بالكريزة اللي صارت تبع الكورونا رجع شاف الاول تايم هاي تبعه وطلع فوقه لل 2070، بينما الفضة بعده اندر استيميتد وبعد ما شاف الهاي تبعه. سو انا الفضة بالنسبة لي عم بشتغل فيه بهيدي المارج، هلا هو كأنه عم يعمل تريانجل ولكن انا عم بشتغل فيه بهيدي المارج. يعني في حال كسر 30 اقل اكسبكتيشن عندي، اقل اكسبكتيشن عندي يكمل ل 43 ومنها يرجع يكمل للهاي، هون بيكون عنا تشانس حلوة انه نكون عم ناخده. هذا السيت اب لازم تكون براسنا، واذا رجع من تحت قدر يكسر هذا السبورت لاين هو ريزيستنس سبورت، اذا كسر تحت ال20 ممكن ساعتها يرجع يكمل نزله اكثر واكثر. بس لهلا اذا بنشوف عم يشتغل لهاللحظه هي باسندنج تريانجل لهيدي اللحظه، وهذا الاسندنج تريانجل كمان بيساعدنا اكثر في حال كسر الريزيستنس نحدد اول تيك بروفيت والاتجاهات اللي عم بيطلع. ليه بقلكم تهتموا كثير بالسوينج تريدز؟ لانه هول بيجيبوا لكم بيبس بشكل كثير كبير، بدكم تتعودوا اكيد غير السكالب للاشخاص مش معودين على السوينج، ولكن اتس فيري 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 ريوردينج هذا الشيء، وتكونوا عم تقدروا تطلعوا منه انكم كتير حلو. اذا بتعملوا هالستات ابس يوميا بس بتتابعون ابو نص ساعه ساعه انتم عم تشوفوا سكالبس تبعكم، and then you'll have a good result فيها. واخر شغله رح نشوفها يو اس اويل. يو اس اويل اوكي، دبليو تي اي اللي بتشوفوا الكرود اويل العادي. سو لاحظوا اليو اس اويل صار طالع منيح، اكيد مع ضعف الدولار كمان عم بيأثر عليه مونثلي من وقت ما كان وصل لهيدي الماينس و هيدي وقت كورونا، ومن بعدها بعده بامور يعني بمنحة تصاعدي، خصوصا من بعد ما بلشوا يشيلوا اللوك داون. هلا وصل على ريزيستنس كتير مهمة جايز، هيدي الريزيستنس كسرت هيدي الريزيستنس 78.95 ممكن تكفي له طلعة حرزانة للمية وأربعة، خصوصي إذا ما رجع، انتبهوا إذا ما رجع صار لوك داون جديد. هلا ما بدنا ننسى إنه كمان واصل على يعني ممكن يرد رده، ممكن يريح، ممكن هذا الشيء يساعده النيوز تبع الدلتا اللي عم بيصير، ولكن فيكم بمطرح المطارح تراقبوه بشكل دقيق. هذا على المنص اللي عم بحكي، ولكن اذا بتروحوا على الديلي بتشوفوا كمان انه عم يعمل ريفرسل، بدنا ننتبهوا منيح هيدا الريفرسل تبع الديلي لانه ممكن يكون خلق سبورت، واذا هلا كسر الهاي 77.50 كمان بيتاخد اب از سكالب، بكون عم بيكسر هيدا الريزيستنس. هلا بتشوفوا حسب الكاندل كيف بتكون لوقتها، بس ممكن كتير يتاخد كإمبلس انتري ستوب لوس على 5 دولارات 500 نقطة، يمكن 50 نقطة، وتيك بروفيت كمان مثيل لإلها أو يمكن حتى أكتر. هوبفلي بريفينج سريع الأوفر فيو تبع الويك اللي فاتكم لحتى تحطوا السيت أب بشكل كتير كبير، أو الميك شور إنه أسبوعيا أعمل هذا البريفينج، كمان نكون عم نحط السيت أب للمونثلي أو للويكلي. الويكلي أوفر فيو، السيت أب الديلي، ويكلي و 4 اورز لحتى نكون قادرين نشوف أكتر كيف عم يتحرك الماركت حتى على سكالب حسب الاتجاه العام مثل ما بيقولوا. إذا عندكم أي تعليق بليز كومنت بيلو، إذا عندكم أي ملاحظات كمان، ونحن بشوفكم أكيد ضمن اللايف سيشن اليومي اللي عم نعملها. ما تنسوا نيويورك سيشن على 4:30 بتوقيت بيروت، 5:30 بتوقيت دبي. سي يو.